بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الف مليون مبروك لاخواننا في الهلال السوداني وجمهور الهلال السوداني الهلاليبو على فوز فريق الهلال السوداني على الترجي التونسي. وهارد لك لاخواننا برضو مشجعين الترجي. بص يا صاحبي، انا كل مره كنت بقول خط نص الترجي في مشكله، خط نص الترجي في ازمه، خط نص الترجي في معضله. النهارده بانت. اتكلمت انا عن الازمه دي في مباراه النجم الساحلي وفي ناس زعلت مني، ولكن الازمه دي النهارده بانت. باشا انت بتتكلم على عماد علي وبتتكلم على وليد الدين خضر اللي هو لمؤاخذه يعني كابتن بوجبا كابتن وليد الدين، وبتتكلم كمان على لعيب مهم زي ابو عجله لما نزل من على الدكه. اكتساح نص ملعب الهلال، اكتسح نص ملعب الترجي. نص ملعب الترجي دفاعيا سيء جدا، سيء سيء، مع احترامي الشديد للعيب زي اوناتشو ومع احترامي الشديد لغيس الوهابي. مفيش قصه ان انا لعيب ستة بقطع، مفيش ان انا ديسترويد، مفيش ان انا بقطع كرات بشكل قوي وبهطل هجوم الفريق المنافس وبهطل الهجمات المرتده. مفيش الكلام ده. وبصراحه يا صديقي، من افضل الحاجات اللي حصلت لفريق الهلال السوداني هي استمرار فرون ايبنجي. استمرار فرون ايبنجي فرقت قوي مع فريق الهلال. لاليبو مشي بس معلش عوضناه بمحترفين. وبصراحه يجب انك تتكلم على حوالين نظره مسؤولين الهلال السوداني في المحترفين الافارقه اللي بيدخلوهم الفريق. صراحه نظره محترمه جدا جدا جدا، بدايه من الحارس عيسى فوفانا الحارس الايفواري، وكمان لعيب زي جان كلود اللي النهارده كان دوره في الملعب ان الراجل ده بيعمل واجبات دفاعيه على الطرف اللي بيلعب فيه يانساس، وفي نفس الوقت لما الفريق بيهاجم هنهاجم من ناحيته واحنا بنشتغل على المرتدات، لان المباراه السيناريو بتاعها ساعد فريق الهلال جدا. هلال في اول المباراه بيقدر محمد عبد الرحمن يغفل لعيب مهم زي كابتن توجاي. هو توجاي مهم في الكرات الثابته، انما توجاي ومرياح دايما عندهم مشاكل كتير قدام اي فرقه بتضغط الترجي. وبرده موضوع انك تلعب ناحيه الشمال عند محمد بن حميده، الموضوع برده صعب. ليه صعب؟ لان في مساحه كبيره قوي ما بين بن حميده وما بين توجاي، ففي مشكله ما بين بن حميده وما بين توجاي في المساحه اللي موجوده. المساحه دي قدر يستغلها لعيبه فريق الهلال السوداني ياسر مزمل، وبتتكلم كمان على ستيفا الباك او ستي هو اسمه ستيف، ستيف الباك بتاع فريق الهلال، راجل الكونغولي استغل الموضوع ده وقدر ان هو يعمل اسيست جميل لمحمد عبد الرحمن في الهدف الاول. الراجل قدر ان هو يباصي لمحمد عبد الرحمن، عبد الرحمن خدها من الاسطوره الحقيقه كابتن توجاي ولعب بالعرض، مش عارف لعب بالعرض لمين، بس عشان هو مرزق جت الكره في رجل مرياح ودخلت في المرمى، بقى 1-0. نسكت على كده؟ لا، فريق الهلال بيقدر تحصل على ضربه جزاء بياخدها فريق الهلال وبيسجل محمد عبد الرحمن الهدف الثاني. تقدم مستحق؟ تقدم مستحق، لان هم بداوا كويس، هم بداوا كويس. الراجل بيلعب 4-4-2، قفل الملعب بشكل كويس، قفل الملعب وبيضغط من قدام بلعيب زي محمد عبد الرحمن وصلاح الدين عدلي، بس الضغط بتاعهم بيبدا من نص ملعب فريق الهلال السوداني. لو انت عايز تتكلم على منظومه الهلال السوداني فهي منظومه مميزه قوي، سواء انت بتلعب 4-4-2 او بتلعب 4-5-1 في نص الملعب. فلورين ايبنجي عامل فريق ممتاز جدا. الوقفه بتاعت لعيبه الهلال السوداني في الملعب حاجه تحترم جدا. كل واحد عارف مركزه، كل واحد عارف وجباته، كل واحد عارف ليه ايه وعليه ايه، وهيروح يضغط امتى على المنافس، وهيقدر ان هو يقدم ايه في حاله المسانده الهجوميه. فانت بتتكلم على نص ملعب جيد، فريق عارف يقف صح، مدرب عارف يعمل فريق، الدنيا بالنسبه له هتكون سهله. حتى لو خط دفاعه بيعاني، حتى لو عندك مشاكل كتير بيعاني منها عثمان ضيوف وبيعاني منها الطيب عبد الله، ولكن في فريق يقدر ان هو يعمل منظومه محترمه داخل الملعب ويقدر يطلع بالنتيجه. انما الناحيه الثانيه، مع احترامي الشديد لفكره حسام الدين غشه، حتى لو بيلعب شمال ويمين راجل ما نجحش في ناحيه الشمال، حتى بوجره لما نزل كان سيء. يانساس الوحيد اللي كان يقدر يشتغل ويقدر يمسك كرة في نص الملعب، لما اتزنقت والدنيا بالنسبه لك بدات تروح خالص، يانساس الوحيد اللي كان بيقدر ياخد كرة من لعيب زي اوكبولو او لعيب زي حسام اتقا او وائل الدربالي، اللي حرفيا وائل الدربالي النهارده ما قدمش حاجه، ولا حسام اتقا قدم اي حاجه هجوميه تذكر. لا معلش، ممكن نحسب الكره بتاع هدف الترجي بتاع كبه سوي اسيست لحسام اتقا. كبه سوي نزل امتى؟ نزل ما بينه شوطين مكان كابتن محمد علي بن حموده. ايه ده، كابتن بن حموده كان بيلعب؟ كان بيلعب بس ما شفناهوش عادي زي كل مره. وموضوع ان انت بتشوفش الفرق ده معناه ان هو بيتحرك غلط، يا ما فيش كور بتروح له. وبسم الله ما شاء الله كابتن بن حموده الحالتين بيبقى دايما واقع فيهم. فانت بتتكلم على فريق الترجي بيعاني. الترجي كان بيعاني، محمد بن علي كان بيعاني هجوميا ودفاعيا. امين بن حميده بيعاني دفاعيا في كل مباراه. دي حقيقه على فكره.
حسام الدين غشه، ممكن يكون موجود ناحيه الشمال عشان غشه بيعمل وجبات دفاعيه، ولكن غشه لما وصل في الهدف الاول كان وصل متاخر قوي. فانت بتتكلم على فريق الهلال منظومه وجماعيا افضل من الترجي، وفي مرحله جمهور الترجي بيقول ان احنا بنينا فريق كويس واحنا ناقص لنا باك يمين. لا، انت ناقص لك باك يمين وناقص لك نص ملعب، ناقص لك نص ملعب بكل مسمياته، ناقص لك سته ديسترويد وقطع كرات ومفسد الهجمات المنافس، ناقص لك ثمانيه كرييتيف وراجل عنده ابداع وراجل يقدر ان هو يفرق معاك في نقل الكوره ويقدر ان هو يشتغل شغل محمد علي برمضان بتاع السنه اللي فاتت. مع احترامي الشديد لسه لعيبتك ما يدروش ان هم يوصلوا للكواليتي اللي كان عليه نص ملعب الترجي السنه اللي فاتت والسنين اللي قبلها. فنص ملعب الترجي لسه بيعاني ولسه عنده مشاكل كتير، سواء هو بيدافع او هو بيهاجم. الترجي ما عندوش حد بيقدر يخش على المنافس يقدر يقطع منه كوره. انت بتتكلم على لعيبه الهلال السوداني، اكتر ماتش كان عندهم اريحيه فيه هو ماتش النهارده، في قصه ان انا ببص في نص الملعب وبعمل اللي انا عايزه في نص الملعب وبعمل زيادات في نص الملعب. يا اخوانا الترجي لسه محتاج كتير، محتاج كتير في نص ملعبه. فوز مستحق بالنسبه للهلاليبو، فوز مستحق. وعلى فكره التغييرات كانت تغييرات محترمه جدا من قبل فرون ايبنجي. يعني ايبنجي مثلا قرر ان هو يظبط الدنيا على الاطراف بتاعته وطلع ياسر مزمل ونزل جون، نزل محمد ابو عجله مكان صلاح الدين عدلي عشان يلعب 4 5 1 صريحه، ونزل بيبي عبدو نداي اللي هو سجل هدف الهدف الثالث اللي هو كان حلو قوي. الهدف الثالث ده احلى حاجه فيه الفينش، وبصراحه مش احلى حاجه الفينش. هم لعبوا 1 3 عظمه، يعني هم لعبوا 1 3 عظيمه او لا هي مش 1 3 هي الراجل خدها في الثالثه وقدر ان هو يسجل الهدف الثالث اللي هو نداي، وبعد كده نزل عبد الرزاق عمر مكان جون كلودا عشان خلاص يحافظ على النتيجه. فوز مستحق لكتيبه فرونو بنشي. انا لما شفت بلال الساحلي نازل مكان ياسر انا قلت الماتش خلص، والله العظيم انا لما شفت بلال الساحلي نازل مكان ياسر قلت الماتش انتهى. انا مش منتظر حاجه من اللي هينزل، لان ياسر ما كانش ينفع يطلع. كنت ممكن تطلع حسام الدين غشه عادي، كنت ممكن تطلع لعيب زي حسام القاف وتنزل ياسر في نص الملعب عادي، انما قصه انك تطلع ياسر كانت صعبه قوي. هارد لك لمشجعين الترجي، مباراة ما كانش الناس منتظر انها تخسرها من الهلال، ولكن ما لا تعلمه عن منظومة الهلال مع فرون ايبانجي انها منظومة محترمة ومنظومة رائعة ومنظومة بتعرف تجيب محترفين ومنظومة حتى اللعيبة السودانيين اللي في الملعب بيقدروا ان هم ينفذوا افكار المدير الفني فلورن ايبانجي. ألم قاسي شوية بالنسبة للترجي، ألم ما يعجبش جمهور الترجي، ولكنها كانت مباراة بتثبت للترجي ان لسه بدري على فكرة ان انت تحاول تبني فريق وتحاول ان انت تنافس بيه على بطولة دوري ابطال افريقيا. انت محتاج لعيبة في نص الملعب، محتاج حد في نص الملعب قوي دفاعيا، محتاج منظومة دفاعية كويسة في نص الملعب، محتاج منظومة دفاعية كويسة في الاتنين مساكين. اصلا مش معقول ان انا جايب اتنين مساكين بيجيبوا جوان وما بعرفوش يدافعوا. يعني مش جايب اتنين مساكين كل شغلهم ان احنا نطلع في كرات الثابته ونسجل اهداف وفي الحاله الدفاع ما بعرفش ادافع، الموضوع بيكون صعب. انت مش جايب اتنين مهاجمين، ما انت رايح اجيب اتنين مهاجمين احسن. كابتن طوجاي وكابتن مرياح مميزين في الكرات العاليه وسيئين جدا في كل الادوار الدفاعيه وسيئين جدا في كل مراحل فقدان الكوره. يعني اتنين مدافعين من غير كوره ما فيش، انما الاتنين مدافعين والترجي معاه كوره بيقدروا ان هم يطلعوا بيها بشكل مقبول، وتحديدا مرياح. انما بالنسبه للوجبات الدفاعيه الموضوع صعب. وبالنسبه ان مرياح يشوط الكوره الثابته دي الموضوع مؤلم قوي في الترجي يا اخوانا، فلسه الترجي محتاج وقت وله وجهه نظري. اما الهلال فالف مليون مبروك، وبصراحه لو انت ما كنتش بتتفرج على الهلال فالهلال لا فريق قوي، والهلال السنه اللي فاتت احرج الاهلي والدنيا بالنسبه للهلال كانت كويسه جدا السنه اللي فاتت، لولا ضربه الجزاء الشهيره ضيعها عطر الطاهر الهلال كان ممكن يكون في حته تانية خالص في دوري ابطال السنه اللي فاتت. الف مبروك لجمهور الهلال السوداني وهارد لك لمشجعين الترجي.